السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه شباب سينيور 3؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله النهاردة يا جماعة هنحل اخر امتحانات كتاب المعاصر الاكزام نمبر 16. لو تفتكر كده يا جماعة احنا الحمد لله ما شاء الله يعني تبارك الله خلصنا كده يا جماعة كتاب المعاصر كاملا بتقريبا 22 اكزام. لو ضربت كده ملتبلاي 50 هيطلع عليك تقريبا 1100 question، طبعا بالاضافة للاجزاء الاولانية اللي support movement immunity DNA RNA الى اخره. كل الماتيريالز دي كان فيها عدد مش قليل من الاسئله ما شاء الله، يعني احنا داخلين في 2000 سؤال. طبعا بالنسبه لاسئله الملازم بتاعتنا اللي كانت ما شاء الله كميه كبيره من الايه من الاسئله، يبقى انت كده يا جماعه داخل تقريبا ما يقارب من 3000 ل4000 سؤال متنوع جدا. انت ان شاء الله باذن الله يكون الامتحان زي ما بنقوله كل مره بقولها لحضرتك، ان شاء الله تكون الاحياء وختامها مسك باذن الله. احنا ان شاء الله يا جماعه النهارده باذن الله الاكزام نمبر 16 اللي هو ذا لاست اكزام اوف معاصر بيولوجي. لو تفتكر تاني نفس الترتيبه من 1 ل 40 كل كويتشن 1 مارك. تعالى كده نفتكر مع بعض كده يا جماعه، عندنا ادي كويتشن نمبر 1. كويتشن نمبر 1 بقى جايب لنا حاجه متكرره من كتير، يعني اللي هو ان الاوبوزيت فيجر illustrates the human embryo which of the following are considered the glandular tissue. طبعا هنا رابط لك ما بين تو شابترز الريبرودكشن والايه والهرمون. طب انا كده بالراحه، هو ايه الحاجه اللي احنا اخدناها او زودناها بقى في الهرمونز اللي هي عندها الابيليتي ان هي تعمل secreting for hormones؟ عندنا يا جماعه نمبر 1 عباره عن الاندوميتريوم تنفع، نمبر 2 ده عباره عن الماسكولر، نمبر 3 ده عباره عن الامينيون اي فلود، نمبر 4 ده عباره عن الامبليكال كورد، نمبر 5 ده عباره عن الماسكولر تيشو، يبقى نمبر 2 دي الاندوميتريوم. يبقى كده انا هينفع معايا نمبر 1 ونمبر 2. ليه؟ لان بوث اوف ذم بيفرزوا بيعملوا سيكريتنج فور هرمون، عشان كده بقول عليهم جلاندولار اي تيشو. طيب اكمل كده مع حضرتك كويتشن نمبر 2. كويتشن نمبر 2 ده جايب لحضرتك ذا اوبوزيت فيجر وات داز اكس اند واي اند زد، جايب لك بارت من بلانت وبدا يتكلم على ايه الماتيريالز اللي قدامك دي. طبعا انت لو توقعت انت الاجزاء دي انت اخدتها في الاميونيتي، واي دي اللي هي التايلوزز اللي انا جايب لك رسمه كده اللي احنا كنا نرسمها مع بعض في الحصه، ان واي ده عباره عن الاكستند اوف ذا بارانكيماتاز اي زايلم او بروتوبلازم، بيطلع يقفل الماتيريال يقفل الزايلم فيزل، يبقى اكس هي الزايلم فيزل، واي اللي هو التايلوزس، زد اللي هي البرانكايما اللي بتطلع البروتوبلازم بتاعها. يبقى تاني اكس اللي هو الزايلم فيزل، واي اللي هو التايلوزس، وزد اللي هو عباره عن البرانكايما. يبقى الكلام ده هيبقى شغال مع زايلم فيزل تايلوزس برانكايما، يبقى الاجابه نمبر سي. طيب كمل كده معايا كويتشن نمبر 3. Question number 3, which of the following is gained by the honey bee workers produced from sexual reproduction؟ يعني بالبلدي كده الهاني بي وركرز بتجيب الجينيتك ماتيريال بتاعتها منين؟ طيب هي الهاني بي وركرز دي هي جايه ازاي؟ جايه عن طريق sexual reproduction. ازاي؟ ان هي جايبه حضرتك الكروموسوم بتاعتها من الكوين، هاف نمبر اوف كروموسوم هتبقى، بص كده حضرتك هيبقى ما ان سيكشوال ريبرودكشن يبقى هيحصل فيرتلايزيشن، نص من الكوين والتوتال كروموسوم بتاعت الدرون، لان الدرون بيعمل ميتوزس. يبقى كده عندنا هيبقى الاجابه all the chromosome of the male and the half number of chromosome of the queen، اهو الاجابه نمبر بي. باخد كل الكروموسوم اللي موجوده في الميل درون، لان هو من الاساس كان ان كان جاي عن طريق الناتشرال بارسينوجينيسيس، واخدت نص الكروموسوم اللي موجوده في الكوين لان هي كانت اسان تو ان. خد بالك في الحته دي. كويتشن نمبر 4. كويتشن نمبر 4 يا جماعه
لو تلاحظ هو جايب لك شكل الفيرن بلانت، المنظر بتاع الواي دي اللي هي عباره عن الايه الاركيجونيا دايركت. طب الاركيجونيا بتشتغل ازاي؟ الاركيجونيا يا جماعه شغاله ميتوزز. طب وبتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن ان السيل بتاعتها. المشكله في مين؟ المشكله في الشكل التاني ده. الشكل التاني ده يا جماعه معلش مع احترامي الكامل لحضرتك انت ممكن تتلخبط فيه. هو طبعا يعني احنا هناخده اقرب مثال لي اللي هو عباره عن سبرانجيوم بتعمل ميوتك والسيل بتاعته اكس دي اللي هي 2 ان. مع العلم ان في ممكن عباره عن الاجزاء دي الخطوط اللي طالعه دي ممكن تتلخبط فيها، بس هي طبعا مش سيليت سبيرم، خد بالك دي سبورز، لان طبعا هو كان عامل لك ايه، كان التطاير ده عامل خطوط كده وراه. يبقى الاجابه هتبقى الميوزز اللي هي الجسم بتاعها بيعمل ميوتك، لان سبرانجيوم بتبقى 2 ان عايز اطلع سبورز اللي هي الان، وهنا الاركوجينيا اللي هي عباره عن الميتوزز وتدينا ايه السيل بتاعتها ان. كويتشن نمبر 5. كويتشن نمبر 5 يا جماعه بيقول لحضرتك what is the least number of tRNA molecule to synthesize the polypeptide chain which contain of 50 amino acid. انت ممكن تتلخبط هنا، ممكن تتلخبط على كلمة 50 amino acid، بس ركز كده حضرتك هم كام؟ 15 تايب، 15 نوع. احنا اخدنا لو تفتكروا يا جماعة ان احنا عندنا كمية كبيرة خالص من الكودز اوف امينو اسيدز، لكن هو كام نوع؟ النوع اللي هو ايه؟ ان انا عندي تي ار ان ايه الواحد هو بينقل نوع واحد، يبقى انا عندي يا جماعه كام نوع؟ 15 تايب، يبقى على الاقل محتاجين 15 ترانسفير ار ان ايه. سؤال نمبر 6 ركز كده معانا، بيقول لك which of the following graph expresses the relation between the amount of mucus يعني كمية المخاط اللي بيكونه الجسم and the amount of antibodies وكمية الأجسام المضادة اللي بيكونها الجسم when the person caught of a flu يعني شخص جاله ايه الانفلونزا اللي هو بالبرد العادي يعني. طب بالبردي كده يا جماعة هو انت ايه اللي بيحصل لك؟ أول حاجة كمية المخاط اللي حضرتك بتطلعه في المنديل دوت بيبقى كميته ايه؟ بتبدأ تتزايد. طيب ايه اللي بيحصل؟ يبقى المخاط بيظهر الاول، بعد كده الجسم بيبدا يكون انتي بودي. يبقى الفكره ان الميوكس قبل الايه؟ قبل الانتي بودي. يبقى انت كده يا جماعه ممكن تقول ان A وB وC صح. طبعا دي هي اللي غلط خالص. ليه؟ لان هما الاثنين بيزيدوا مع بعض. لكن الفكره بقى يا جماعه مين قبل مين؟ مين بعد مين؟ يبقى يا جماعه هناخد A. ليه؟ لان الميوكس اللي هو الاورنج هو الاول، بعد كده الانتي بودي اللي هو الثاني اللي هو بيجي بعد. السؤال نمبر 7، السؤال نمبر 7 يا جماعه بيقول لحضرتك ايه؟ During the growth of P plant نبات الفول its root collided by يعني حصل تصادم الكلويدد was a solid body يعني انا ماشي اهو الروت بتاعه خبط بحاجه صلبه، فايه اللي هيحصل؟ قال لك leading to the growth of the root away from يعني بالبلدي كده غير المسار بتاعه. طب تعالى كده شوف هو بيلخبطك في ايه. هو جايب لك بوزيتيف جيوتريبيزم ونيجاتيف جيوتريبيزم. اولا انا ماليش تاثير في الجرافيتي هنا، انا كلمه جرافيتي يا جماعه ان انا اقول لك ان الروت اتحرك لتحت يبقى بوزيتيف. ده الكلام ده انت اخدته في سينيور 2، يبقى بوزيتيف ونيجاتيف ماليش دعوه بيهم. طب تاتش ولا بولينج؟ هنا يا جماعه انا لما لمست الحجره غيرت الاتجاه، يبقى كده انا هنا شغال تاتش موفمنت. كويتشن نمبر 8، طبعا كويتشن نمبر 8 ده هو يا جماعه بيعلمك تاني فكره ايه؟ ان في ماتيريالز عماله تتكون بيحصل دوبليكيشن، بيبقى الماتيريال زي ما هي بيحصل ريدكشن، يبقى انت عايز تركيز. طب انا دلوقتي 2n بقت 2n بس الحجم كبر شويه، انت لو تلاحظ كده ان ايه؟ السيركل هنا اهي والسيركل هنا اهي، السيركل كبرت شويه، يبقى انا كده عندي حاله الجروث. الجروث دي اللي هي يا جماعه ما كانت موجوده عندنا فين؟ لو تفتكر في الفورميشن في الميل او الفيميل. تمام كده؟ بعد كده عندنا خطوتين النات ماشي؟ بعد كده 2 ان، ان ال 2 ان ده على طول فيرتلايزيشن. طب انا دلوقتي الخطوتين اللي في النص ده قرب معايا كده، لو كانوا ثلاث خطوات كنت انا اقول اه سكندري سبرماتوسايت سبرماتيد بعد كده السبيرم، لكن احنا فاكرين ان في نقصان ديفويد فور وان ستيب اللي هي الميتامورفوزز اللي هي موجوده يا جماعه في الميل مش موجوده في ميل. يبقى انا كده يا جماعه دهيت في ميل،
لان هي ما كملتش الخطوه الثالثه. يبقى ده الفورميشن بتاع الفيميل جامد في الهيومن، ورحنا عاملين فيرتلايزيشن، يبقى الاجابه هتبقى نمبر دي. كويتشن نمبر 9. If half of the amount of DNA in the scrotal sac، اولا scrotal sac دي عباره عن ايه؟ تعتبر سوماتيك. والسوماتيك سيل بيبقى فيها كام لو تفتكر؟ 2n. طب النص يبقى n، يبقى الاكس دي ب n. تمام كده؟ بيقول لك what is the amount of DNA in the hepatic cell؟ الهيباتيك سيل بتبقى 2n برضه. هيبقى ال n الواحده ب x، يبقى هيبقى فيها 2x. شوف يا جماعه الاجابه جت ازاي؟ ركز وانت بتحل المسائل اللي زي دي، احنا حلينا زيها كتير خالص في الريبرودكشن. السؤال نمبر 10. سؤال نمبر 10 بالبلدي كده يا جماعه، سؤال بيدل على فكره ان انت تعتبر ديجري بيديلك كده هزار ضحك، يلا خد الدرجه دهيت. لان طبعا مش الامتحان كله هيبقى صعب والامتحان كله يبقى سهل، احنا مش زي الكيمستري ولا الفيزيكس بعد الشر يعني. احنا اسئلتنا يا جماعه ما دام دايركت يبقى دايركت خلاص. حضرتك بيقول لك انا مديك الجلوماتين عباره عن جي اي اي جي اي جي، البرولين سي سي يو و سي 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 وسي سي اي وسي سي جي، الهستادين سي اي يو وسي اي سي. طب ركز كده، بيقول لك which of the following express the messenger RNA with the protein codes which formed GLO has pro. طب تعالى كده بالراحه، الجلو عندنا جي اي اي وجي اي جي، جي اي اي جي اي اي جي اي جي جي اي اي. هنلاقي هيستيداين، الهيستيداين عندنا سي اي يو وسي اي سي، سي اي سي موجوده، سي اي يو سي اي جي، يبقى ده غلط مع السلامه. سي اي سي، يبقى بص كل شويه التشويز اللي انت محتاجها عددها الحمد لله بيحصل كروس لواحده كروس للثانيه لحد ما توصل بقى للاجابه الصح. طيب البرولين، البرولين يا جماعه عندنا اربعه، تعالى كده نشوف هل سي اي جي موجوده هنا؟ لا، يبقى الاجابه الاولى غلط. غلط. هل سي اي جي موجوده هنا؟ لا، يبقى الاجابه دي غلط. يبقى الاجابه الصح هي سي سي جي اللي هي موجوده اهي. يبقى الاجابه الصح هي نمبر دي. شفت يا جماعه انت جبت الاجابه ازاي؟ بالكروس بالراحه. طيب نكمل كده يا جماعه، كويتشن نمبر 11. كويتشن نمبر 11 يا جماعه بيقول لك the opposite figure illustrates a transverse section in a region of the myofibril which region is represented by this figure. يعني انا كده يا جماعه هشتغل على انه فيجر في دولت. طب انا اعرف الكلام ده منين؟ تعالى كده بالراحه ارجع كده معايا يا جماعه للرسمه دي، كنا حليناها مع بعض في كتاب المرجع اللي هو يا جماعه كان من احدى الكتب اللي احنا حليناها وسط الملزمه بتاعتنا. حضرتك عندك ادي الرسومات اهي الثلاثه اللي هي A وB وC. C ده عباره عن اللايت باند اللي هو الاكتين، B اللي هو النقط الغامقه الحمراء دهيت ده عباره عن الميوزين، A اللي هو الميكس بتوين دم. طب انا عندي الرسمه فيها ايه؟ انا عندي الرسمه يا جماعه باين فيها، ركز، نقط صغيره يبقى ده اكتين، نقط كبيره غامقه يبقى ده ميوزين، وعندنا عباره عن دوائر كده طالعه ده عباره عن ترانسفيرز لينكس. يبقى انا كده حضرتك انا بتكلم على الاي باند. ليه الاي باند؟ لان بوث اوف ذيم كونتينز ميوزين اند اكتين. طيب سؤال يا جماعه نمبر 12. سؤال نمبر 12 يا شباب بيتكلم فيه عن هرمون، بيقول لك which of the following is resulted from hyper secretion of ADH. يعني ال ADH نسبته زادت. طب هو ال ADH بيعمل ايه؟ ال ADH يا جماعه ده بيجيب الووتر من اليورين بيمنع خروجها بره الجسم، بيعمل لها ري ابزوربشن. طب انا دلوقتي لما هزود ال ADH يبقى كميه الميه اللي انا جايبها من اليورين هتبقى كتير، ارجعها للبلاد. يبقى كده هو بيوصف بقى بيقول لك ايه اللي هيحصل لليورين، amount و concentration. طب amount بما اني عمال اسحب الميه منه يبقى نسبه اليورين هتقل. طيب بما ان يا جماعه اليورين انا بسحب الميه يبقى الكونسنتريشن بتاعه اللي هي الماتيريال اللي جواه هتزيد لان هتبقى في ميه اقل، يبقى هتبقى سمول اند هاي. طيب بيركز كده يا جماعه مع بعض، كويتشن نمبر 13. كويتشن نمبر 13 حلناه بس بشكل مختلف في الامتحان الاكزام نمبر 14 تقريبا. By using the hybrid DNA technique, the sequence of nucleotide of the four segments of DNA strand from four species of living organisms has been known as shown in the following table. بيقول لحضرتك
بص للتيبل ده وقول لي مين فيهم اقرب واحد في الايفوليوشن، يعني اقرب واحد في الشكل. طب ودي اعرفها منين؟ اشوف الاختلافات. طيب ركز كده يا جماعه، انا عامل لك اهو 1 مع 2، 1 مع 2 لو شاورت كده مع بعض ادي 1 2 3 4، ادي اختلاف 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 واحد. تعالى كده 1 مع 3 A A T T A A G G G G C C C G، ادي اختلاف T T T G، ادي اختلافين. 1 مع 4 A T، ادي اختلاف T T A A G G G G C G، ادي اختلاف تاني C G، ادي اختلاف تالت T C، ادي اختلاف رابع، اربع اختلافات. طيب 2 مع 3 2 مع 3 شبه بعض شبه بعض شبه بعض، ادي اختلاف اختلاف تاني اختلاف تالت تلات اختلافات. 2 مع 4 A T، ادي اختلاف T T A A C G، ادي اختلاف تاني C G، ادي اختلاف تالت C G، ادي اختلاف رابع اختلاف خامس. 3 مع 4 اختلاف تاني التالت الرابع اربع اختلافات. يبقى انت كده حضرتك اقلهم في الاختلافات هو مين مع مين؟ 1 مع 2. يبقى دول هيبقوا اقربهم، بمعنى لما يحصل هايبريد، وفي سؤال على الهايبريد دي ان ايه اللي هنشوفه قدام، اللي هو حضرتك بيحصل كونكشن ما بين تو ستراند، لما اجي اسخن عشان افصل باعلى درجه حراره هحتاجها، لان كل ما يبقى الريليشن ما بين التو انيمال قريب كل ما هيبقى كومبلمنتري شيب ده اكتر فهيحتاجوا الحراره اكتر. السؤال نمبر 14، طبعا الشكل اللي قدامنا ده عباره عن الثورنز اللي هي بتمنع لو تفتكروا يا جماعه الجريزنج انيمال. سؤال نمبر 15 بيقول لحضرتك، والسؤال ده حلناه مع بعض في معاصر ومرجع، بيقول لك ان الاي هي الساكرال. ركز، الاي هي الساكرال. طب انا عندي لو تفتكر الساكرال بيبقى 5، الكوكوجيال بيبقى 4، يبقى دي الكوكوجيال، واللمبر اللي قبليها يبقى فاضل لي الثوراسيك ودي الكرافيكال او السيرفيكال. يبقى الاجابه هتبقى المفروض بي الاول، بعد كده A، بعد كده D، B A D E C E C B A D E C، الإجابة C، ده بترتيب ال vertebras. الشكل اللي قدامك يا جماعة حليناه تاني قبل كده، أقول لك هو بيقول لك قول لي إيه ده بالظبط. ركز، أدي الصورة كبيرة أهي، ركز كده حضرتك، الإكس مشاور على السيد، الواي مشاور على الأوفري نفسه يبقى ده الفروت، الزد ده مشاور على البريكارب او الاوفري كوت. يبقى يا جماعه الاجابه هتبقى سيد فروت بريكارب، الاجابه الاخيره. يبقى ما هو الا عايز من حضرتك تحديد بس. كويتشن نمبر 17، What is the common characteristics of bacteria and bacteriophage؟ كلاهما لو تفتكروا يا جماعه دبل ستراند اوف دي ان ايه. لو تفتكر حتى يا جماعه لما كان يجي من فوق يبدا يعمل انجكت يدخل ايه يتعاملوا مع بعض. ركز كده سيادتك، هنا السؤال ده جالنا باكتر من فكره، وما تتسرعش وانت بتحل السؤال ده. هو بيقول لك انت عندك تو فليمنت اوف سبايروجيرا، واحد 10 واحد 6. طيب انت كنت بتاخد قبل كده قول لي عدد الزايجوت. طب تعالى كده نعد عموما عدد الزايجوت. طيب ال 6 مع 6 قصادهم هيعملوا 6 زايجوت. شفت انا بحسب معاك بالراحه خالص اهو. هيتبقى هنا 4 ما قدامهمش حد. الاربعه دولت مع بعض كده جنب بعض هيعملهم ايه؟ 2 زايجوت. يبقى ممكن يطلب منك التوتال، يبقى هتقول 6 بلس 2. او ممكن يطلب منك ويوقعك زي ما هو طلب هنا. قال لهم كده ايه؟ قول لي الليترال كونجيجيشن زايجوتس، يعني الزايجوتس اللي بالبلدي كده جنب بعض، احنا قلنا 6 قصاد 6 مع السلامه،
دول سكالاري فورم. الاربعه اللي تحت هيكونوا اثنين، كل اثنين فوق بعض هيكونوا تو زايجوت. يبقى انا كده يا جماعه الاجابه هتبقى تو زايجوتس. كويشن نمبر 19. كويشن نمبر 19 بيقول لك if you know that x refer to the male and y refer to the female, which of the following cases represents the least biological cost. طبعا بالبلدي كده يا جماعه احنا قلنا البيولوجيكال كوست ان احنا عندنا الاكس والواي، هو مين اللي بيستهلك يا جماعه؟ الواي اللي هي الفيميل هي اللي بتطلع بس الايه البرودكت زي الايه الهيومن مثلا. طب انا يا جماعه هيبقى اقل استهلاكا هيبقى مين؟ ان انا اخد اقل عدد من الميل مع اكبر عدد من الفيميل، يبقى اهو نمبر دي. لان طبعا لما هيبقى ميل واحد ومعاه سته فيميل يبقى انا هطلع انتاج باقل ايه؟ مجهود. ركز، بيقول لك اذا opposite graph curve A represents a nerve impulses on an axon while curve B represents the contraction of skeletal muscle. يبقى A ده النيرف امبلاسز، B ده عباره عن الكونتراكشن بتاع المسل. بيقول لك تفهم ايه من الجراف ده؟ لو تلاحظ يبقى النيرف بتحصل الاول وبعد كده الكونتراكشن بتاع المسل. يبقى بالبلدي الاجابه ان المسل كونتراكشن والنوت اكير مش هتحصل لغير لما يبقى في نيرف بلس جنريتد. يبقى الاجابه عندنا بي. كويشن نمبر 21 بيقول لك ريجاردنج ذا جلوكاجين هرمون which of the following. سؤال سهل من السكريتوري سيل والتارجت سيل. هو التارجت سيل رايح للليفر بس. طب ليه للليفر بس يا مستر مش ليفر ومصل؟ ليفر ومصل ده انسولين اللي هو بيحرق، لكن انا عايز ايه اطلع عشان اشغل. يبقى ايه؟ الفا مع ليفر. مفيش تخزين هنا. From the opposite graph what is the source of the hormones that secreted from point X. تاني سؤال متكرر في اكتر من امتحان. الجراف اللي انت خلاص بقيت فاهمه اللي هو سيكنس اوف اندوميتريوم، يبقى بيتكلم على الجراف بتاع في لاب اللي احنا شرحناه في الاربع امتحانات اللي فاتوا. 28 دي يبقى قبليه اكس، ده هيبقى البروجسترون. البروجسترون ده بيتفرز منين يا جماعه؟ بيتفرز من الكوربس لتيم، لان لسه طبعا ده في اول ثلاث شهور لان ما حصلش حمل. هنا يا جماعه طبعا سؤال قديم جدا اللي هو بيقول لك واي واكس وجايب لك ده عباره عن كروموسومال استراكشر. يبقى واي اللي عليها بوزيتيف تشارج دهيت اللي هي مين؟ اللي هي عباره عن البروتين اللي هو الارجينين واللايسين، واكس اللي هي عباره عن الستراند اوف دي ان ايه اللي هو بيبقى فيه الفوسفيت جروب از نيجاتيف. يبقى كده يا جماعه هيحصل البايندنج بتوين البوزيتيف الكايل جروب والنيجاتيف فوسفيت جروب. السؤال اجابته نمبر سي. طيب سؤال سهل جدا برضو على الاميونيتي، حلينا زيه 100 مره اللي هو حضرتك بيقول لك انا عندي اكس ده مرض، فطبعا اول استجابه دي وايه دي الاستجابه المناعيه ايه بتاعته اللي هي الاستجابه الثانيه. طيب بيقول لحضرتك اكس از فيرست ذن ويز تو انتجن اكس اند واي، وبعد كده حقنت المرض اكس وواي، دخل المرضين مع بعض اكس وواي. بيقول لك ذا اوبوزيت كيرف ريبريزنتس ذا برايمري ريسبونس تو انتجن واي. طيب انتجن واي ده اللي هو اتدخل تاني مره. انا عندي استجابتين، بي دي ده عباره عن ميموري سيل للاكس، خلصت. يبقى انا لسه بقى يا جماعه واي هتبقى كده، هتبقى سي 1 وسي 2. يبقى واي هتبقى السي بس اللي هي السي دهيت الاستجابه الاولانيه ليها، بعد كده هكون له ميموري سيل. ركز كده حضرتك. كويشن نمبر 25 25 بيقول لك from the opposite figure represent a diagrammatic figure for lily plant. طبعا جايب لك نبات الليلي ده طبعا plant اللي هو طبعا which لو تلاحظ انا عندي it artificially pollination by air لان هي hanged answer، وطبعا feather stigma like. فبيقول لحضرتك فين في ايه السايتس which formed structures that responsible for transferring genetic material، يعني الاجزاء اللي بتكون الحاجات اللي هتنقل الماده الوراثيه. ادي الرسمه كبيره اهي،
هل الاكس تنقل ماده وراثيه؟ طبعا لا، ده الاكس عباره عن فيزري لايك ستيجما اللي هتعمل اتاتشمنت للبولين جرين وهي طايره. الواي انسر تمام، بيطلع بولين جرين ينفع، يبقى الواي ينفع. طيب الزد ده عباره عن الاوفري اللي بيكون، يبقى انا الاجابه هتبقى واي ان زد. نرجع كده بالراحه للكويتشن نمبر 25 اهو، يبقى الاجابه هتبقى واي ان زد اللي هي الاجابه نمبر دي. كويتشن نمبر 26، تعالى كده يا جماعه بالراحه، احنا عندنا يا جماعه كويتشن نمبر 26 ان ذا اوبوزيت فيجر وات ذا دايركشن اوف مسنجر ار ان اي ان ستراند سينثيسيس. طبعا انت لو بصيت هتلاقي الاي جي ادي الستارت اهو، يبقى انا كده ماشي من الاكس للزد، اكس للزد. طيب ركز كده حضرتك، which of the following structure secrete hormones that work in increasing the muscle strength at puberty. strength is muscle strength at puberty بتحتاج طبعا يا جماعه muscle strength، يبقى ميل، يبقى محتاج الانترستيشال اي سيلز انتستس اللي بتفرز التستوستيرون هرمون اللي بيزود قوه الايه العضلات. 28 بيقول لحضرتك ذا اوبوزيت فيجر ويتش اليستريت ذا ميثود اوف ريبرودكشن ان بريد مولد فانكس، ويتش اوف ذا فولوينج ستيتمنت از كوريكت اباوت ذيس فيجر. بيقول لحضرتك ايه الصح على الفيجر دي، ان النمبر اوف كروموسوم ان ذا نيكلاي اكس، النيكلاي اكس دي 2 ان اند واي از ايدنتيكال، واي برضه ده جسم الايه الفانجي، هما الاثنين زي بعض، يبقى الاجابه هي دهيت. 29 في بعض الاسئله بتبقى الاجابات بتاعتها دايركت، بتبقى ايه مفيده صراحه، يعني ايه بتسهل على حضرتك الامتحان وان شاء الله خير. يعني بيقول لحضرتك وات از ذا ايه ديفنس مين ويتش از ا بلانت ريسورس تو وين ات فيلز ان ريزيستنج ا مايكروب، يعني دلوقتي يا جماعه دخل مايكروب ما قدرتش ان انا اواجهه فدخل فبدا ينتشر جوه جسم النبات اهو. لو تفتكر احنا كنا بنعمل ايه، كان البلانت بيعمل حاجه اسمها هايبر سنسيتيفيتي اللي هي استجابه مناعيه متقدمه شويه اللي هي مش موجوده في الهيومن، ان هو يحاول يخلي ان معظم الاصابه تبقى موجوده في المكان ده، فيروح هو عامل ايه بالبلدي كده قاطع الورقه دي مانع عنها اي ايه امداد غذائي او مائي او 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 فتقع فتموت. سؤال نمبر 30 بيقول لحضرتك فروم ذا فولوينج سيكونس انا افهم ايه من الفرق ما بين جين نمبر 1 وجين نمبر 2. هتلاقي طبعا يا جماعه ان جين نمبر 1 انا غيرت واحده نيتروجينس بيز واحده اللي هي عباره عن الجي والسي، خليتها اي وتي تمام. الناحيه الثانيه هي هياها، بس انا رحت عامل ايه مزود بقى تي واي، فلما انا زودت او غيرت يبقى انا كده التايب او النمبر اوف نيكلوتايد هو الفرق ما بين الاثنين، هنا أربعة وهنا ايه؟ هنا خمسة وهنا ستة. 31 ركز كده حضرتك، السؤال ده يا جماعه ذا اوبوزيت جراف ويتش الستريت ذا تشينج ان سايز اوف ساب فاكيول ان ذا سيل اوف ذا فلاورنج بلانت ذات وير بوت ان سوليوشن. هو بيقول لك مين فيهم في دولت انا حاطه في الليست كونسنتريت سوليوشن. هو يعني ايه اقل كونسنتريشن؟ يعني اعلى ووتر، فلما يبقى اعلى ووتر النبات هيمتص اكبر كميه ميه، فهيبقى الحجم بتاعه اكبر حجم يبقى اقل. السؤال ده بنفس السؤال كنا حاطينه في اول امتحان في السنتر للناس اللي ايه اللي موجوده معانا. طبعا السؤال ده سؤال سهل جدا برضو، جايب لك شكل للميل ريبرودكتيف سيستم وبيقول لك السبرم بتبدا منين لحد فين، يعني من اول ما تخرج لحد ما تخرج بره الجسم. طب تعالى كده بالراحه، احنا لو ماشيين كده بالراحه مع بعض هنبدا من الاس، بعد كده زد اللي هي الابيديدمس، بعد كده في اللي هي عباره عن الفاس ديفيرنس، تلف وتخرج بره الجسم للتي، يبقى اس زد في تي، اس زد في تي، اس زد في تي، هتبقى عندك الاجابه نمبر دي. يلا يا جماعه بالراحه، السؤال اللي قدامك from the opposite graph on which day
The death of the sperm considered the main reason of non-occurrence. لو تفتكر يا جماعة أنا كان عندي relation للتايم ما بين السبيرم وبين الأوفا، إن حركة السبيرم يا جماعة لو تفتكر كان من 2 ل 3 days، كان المفروض يبقى إيه مستحمل وقت معين لحد الأوفا اللي بتقعد من 1 ل 2 days. يبقى أنا إزاي أنا عايز أقابلهم في يوم معين؟ اليوم ده طبعا أنت تبعد بقى عن الإكس والواي والزد. طب ليه يا مستر؟ لأن المفروض الجراف ده مش كامل، المفروض ده الجراف ده بيبقى فيه هنا هوت اللي هو ال 14 days اللي هو حضرتك هيكمل، يبقى المنحنى ده الحته دي طبعا ممكن يتلاقوا مع بعض اخر يوم للسبيرم مع اول يوم للاوفا، هما الاثنين في نفس الوقت. فاهمين انا قصدي ايه؟ يبقى انا هبعد بمين؟ ان انا اخد الدبليو ده ابعد حاجه عشان فعلا يبقى محقق ليا ان ما يحصلش ايه فيرتلايزيشن. سؤال 34، which of the following choices is correct. طيب بص كده يا جماعه، لو انت اخدت الاجابات سريعا كده بالراحه، المسل مع الهيستامين شغال لكن هي مش فيرست بسكند، التي اتش انترلوكين مع السكند غلط، التي سي مع الليمفوتاك ايه الليمفاتيك توكسينز مع السرد ده الصح، ناتشرال كيلر سايتوكاينز غلط مش مع السرد، يبقى انت الاجابه هتبقى سي 35. Which of the following response represents a non-specific immunity? Non-specific يا جماعة يبقى أنا عايز حاجة مثلا مش متكررة، زي إيه؟ زي مثلا اللي هي الإجابة number P. ليه؟ لأن أنا هنا ما لقيت اللايسوسوم، طبعا هو جايب لك أول واحدة الريبوسوم ملوش علاقة. طب ما تردوش بره، دي صورة غلط خالص. ماشي؟ ونمبر C دي specific. ودي ملوش برضو علاقة. هو الاجابتين اللي انت بتتلخبط منهم من بي وما من سي، فبي هي الادق ان هي نون سبيسيفيك لان هي بتتعامل مع اي كائن اللي هي الماكروفاج. 36 بيقول لك ان ويتش بوزيشن كان ذا فورم الماجنن كان بي سين، جايب لك انا جزء من الملزمه اهو يا جماعه، انا اقدر اشوف الفتحه او الثقب الكبير اللي موجود يا جماعه في السكال هو من وضع واحد بس، ان انا ابص على السكال وهي مقلوبه من تحت، ببص عليها كده اللي هي طبعا الانفيريور اللي هو الانفيريور شيب اهو، عشان يبان قدام حضرتك الايه الثقب الكبير ده اهو. طيب 37، طيب ديكريزنج الثيروكسين هرمون، السؤال كله بيقول لك ايه اللي بيحصل لما بيزيد الثيرويد ستيمينيتنج هرمون وبيقل الثيروكسين هرمون. يبقى انا كده يا جماعه في الحاله دي انا ليه زودت الثيرويد ستيمولاتنج هرمون؟ لان في خلل في الثيرويد جلاند بسبب الهايبو اكتيفيتي بتاعتها، ان كميه الثيروكسين اللي هي بتطلعها كميه قليله. 38، ده اللي احنا قلنا عليه يا جماعه من شويه اللي هو حضرتك لو بصيت ده عباره عن هايبرديزيشن، ان انا جبت تو بارت من الدي ان ايه وبداوا يا جماعه يتحدوا مع بعض ما عدا اجزاء معينه، التي ما بتجيش مع الجي، السي ما بتجيش مع الاي. فاهمين يا جماعه انا قصدي ايه؟ 39 ده يا جماعه السؤال ده عايز من حضرتك ورقه وقلم عشان تعرف تحله. ليه؟ لان هو هيجي بالترتيب. نقرا مع بعض السؤال كده، بيقول لحضرتك the following figure illustrate some relation among the nitrogenous bases from 1 to 4 اللي هو 1 2 3 4 اللي هم الاربعه اللي عندنا. In the DNA molecule where X and Z represent the hydrogen bond. يبقى انت هتيجي عند X كده هتكتب ان دي hydrogen bond و Z hydrogen bond. تمام كده؟ يبقى كتبنا عند زد اكس وزد هيدروجين بوند، وواي وال ريبريزنت ذا رينجز، يبقى تكتب رينجز رينجز. واي اند ال، طب ركز بقى، بيقول لك لو تو هي الثيامين. الله، تعالى كده نجيبه لون تاني اهو، سي لون اخضر اهو، واي لو نمبر 2 هي الثيامين، نمبر 2 هي الثيامين، يبقى تي هنا عند 2 وتي هنا عند 2. انت كده حليت. طب ليه يا مستر؟ ركز بقى معايا خالص،
السؤال ده اتكرر معانا يا جماعه واحنا بنحل مع بعض، وانا بحله لحضرتك اهو بالتفصيل الممل. هي الاتش الهيدروجين بوند بتربط الثيامين مع مين؟ الثيامين الايه بتيجي مع التي، نمبر 1 هي الايه. شوف انت ماشي بالترتيب خالص اهو، لسه ما بصيتش على الحلول اللي تحت. هي تي بتيجي مع رينجز مع مين؟ تي بتيجي مع السي، كلاهما بايريميدين، يبقى 3 احنا في نمبر 1. النمبر اوف رينج الاي مع بتيجي مع نمبر اوف رينج بتيجي مع مين؟ مع الجي 3 و4. تاني هي 3 طلعت مين؟ 4 السي و3 الجي. يبقى انت كده حليت كله يا جماعه، يبقى انت كده كتبت الحروف على كله. تعالى بقى نقرا الاجابات كده بالراحه. 1 هي الجوانين، 1 الجوانين، السؤال الاولاني غلط. 3 الادينين، 3 الجوانين، يبقى غلط. بيقول لك اكس ريبريزنت 3 هيدروجين بوند، اكس 3 هيدروجين بوند، لا ده اكس 2 هيدروجين بوند، لان هنا بيبقى فيه 2 وجوانين مع سيتوزين 3. يبقى السؤال الثالث غلط، يبقى الاجابه مين؟ الرابعه اكيد. تعالى نشوفها كده صح ولا غلط. واي ريبريزنت بايرميدين، واي بايرميدين، تي وسي، وال بيورين، ايه ال نهايه الاي والجي بيورين. تمام نكمل نرجع للنا تاني. سؤال نمبر 40 بيقول لحضرتك وات از ار ذا اميونيتي اورجان ويتش كولد سيمتري. سيمتري اللي هي مقبره الدي ان ايه للسبلين. سؤال متكرر قبل كده 41. يلا بينا كويتشنز بقى يا جماعه، اللي هي من 41 و46 اللي احنا قلنا كام؟ 2 مارك. بيقول لحضرتك وات هابن وين تريتنج بكتيريا اس ويز دي اوكسي ريبونيكليز انزايم. تعالى كده نفتكر، هو الدي اوكسي ريبونيكليز انزايم ده شباب بيعمل ايه؟ احنا كنا بناخده يا جماعه ان هو بيعمل، ها ايوه، بيعمل ديسترويد او ديجنريت للدي ان ايه، بمعنى اصح كده يا جماعه بيمنع وجود الدي ان ايه، فمش هيحصل ترانسفورميشن. يبقى المفروض بكتيريا ار مش هيحصل لها ترانسفورمد لايه؟ لبكتيريا اس. الاجابه دي 42. From the opposite figure which of the following express the compound X. compound X ده عباره عن ايه؟ فيروس دخل جوه ايه؟ سيل. فالكومباوند اكس راح للناحيه الثانيه عشان بص كده منع الفيروس ان هو يدخل. ايه ده يا مستر؟ يبقى ايه الماده اللي بتطلع من الانفكتد سيل تروح للسيل الثانيه؟ اوتوماتيكلي طبعا هتبقى الانترفيرونز. 43 ويقول لك which of the following statement isn't correct about the hormone. isn't correct، يبقى المره دي بقى احنا هندور على الحاجه الغلط. الهرمون كونسنتريشن كود بي ريجليتد باي انذر هرمون. ممكن لو تفتكر التي اس اتش والثيروكسين، الهرمون كونسنتريشن بي بي ستيميليتنج اور ان انهبيتنج افكت. ايوه ممكن يبقى ليه محفز ومثبط. الهرمون كيميكال استراكشر كنترول اتس ايه؟ كنترول اتس كونسنتريشن. لا دي غلط، بس نكمل الاخيره. اتس سيكريتد ان ليميتد اماونت. صح، يبقى الاجابه اللي هي الغلط هي هتبقى سي 44. بيقول لحضرتك which of the following figure could be represent the DNA correctly. طبعا احنا جماعه لو بصينا كده هنلاقي فيه اولا واحده غلط خالص، اللي هي مين؟ نهايه. ليه؟ لان هي 3 قصاد 3، 3 داش و 3 داش، دي غلط مع السلامه. طب الثلاثه بقى معدولين من 5 ل 3 ومن 3 ل 5 والى اخره، تمام؟ تعالى كده نشوف، هنا كاتب لك 1 مع 1، 2 مع 2، 3 مع 3، ده غلط. ده بيبقى البيزز مختلفة، ما ينفعش أدينين مع أدينين أو ثيامين مع ثيامين. فاضل لي 2، هتلاقي الأخيرة فيها 3 مع 3، غلط برضه، يبقى الإجابة الصح هي مين؟ بي، الإجابة الأدق. طب تعالى كده نشوف 1 مع 4، 4 مع 1 ودبل، 2 مع 3 وتربل، 2 مع 3 تربل، 1 مع 4 دبل، 2 مع 3 تربل، يعني هو مظبط لك كل حاجة وحاطط لك إيه؟ إنديكيتورز، مش حاطط لك الحاجة الأساسية. يلا كده يا جماعه كويتشن نمبر 45. Some amphibians have the ability to compensate the cut organ by regeneration while the regeneration is higher in vertebrate is restricted to healing wound in some tissue.
What is the reason for that? إيه السبب في الكلام ده يا جماعة؟ The rate of cell division mitotically in amphibian is higher than the higher invertebrate. طبعا لا، احنا ده الريت بيبقى تقريبا متشابه او متساوي في الكل. طب حضرتك الريت اوف سيل ديفيجن ميتيتيكلي ان امفيبيان از هاير، هو ده هيت. لا برضو السؤال ده غلط، الريت مش مشوائي مش مختلف. نمبر سي، الابيليتي اوف سام امفيبيان سيل تو ديفايد ميتيتيكلي اند ديفرنشيت، يعني ان الامفيبيان عندهم ايه القدره ان هو ينقسموا ويحصل لهم ايه ديفرنشيشن. سؤال نمبر 46، اخر سؤال في التشوز، هيبقى فاضل الاسئله للسي بقى. السؤال ده يا جماعه طبعا احنا كنا واخدينه بعدد المرات اللي بيحصل فيها انفكشن، عدد المرات اللي بيحصل فيها انفكشن ازاي. هنا بيقول لك which of the following grave represents severity of malaria disease symptoms، يعني امتى بيحصل لك اعراض الملاريا. اعراض الملاريا يا جماعه بتظهر على الشخص كل يومين لو تفتكر، اول ما بيحصل ريباتشر للريد بلاد سيل ويطلع البويزن سبستانس، يبقى انت الريت هيبقى طالع نازل يومين وبعد كده تقل بعد كده يطلع تاني بعد يومين وهكذا، يبقى الاجابه هي الاخيره خالص. لكن الايه؟ الاجابات الاولانيه دي كلها تعتبر غلط نهائيا. سؤال 47 اللي بقى اسئله الاف يا جماعه 47 ل 50. If you know that the Di-George syndrome is a genetic disorder that causes the failure of thymus gland formation during the growth, when the doctor examined the blood sample for a person suffering from this syndrome. يعني شخص كده يا جماعه بيبقى عدم تكوين الايه؟ الثايمس جلاند. قرب معايا، هو عدم تكوين الثايمس جلاند في الامبريو يا جماعه او في الشيلدرن، يبقى انا دلوقتي لما حاجه اعمل فحص مجهري للبلاد كومبوننتس هل هلاقي تي سيل؟ طبعا لا. طب الستيم سيل اللي هي ما حصلهاش ماتوريشن او ديفرنشيشن هيبقى موجوده بكميه كبيره، فاهمين يا جماعه؟ يبقى هيحصل ديزوردر ان سيلر اميونيتي، يبقى انا كده يا جماعه هتبان قدامي في العينة الدم اكيد الماتيريال دهيت. يبقى ده السؤال 47. السؤال 48، السؤال 48 بيقول لحضرتك ايه العلاقه ما بين اكس وبين واي؟ مين الايه الانزيمز دول؟ طيب اكس ده الانزيم اللي هو رايح يشتغل مع الدي ان ايه عشان يضيف له السي اتش اللي هي 3 اللي هي الميثايل جروب، يبقى ده موديفيكيشن. تمام، يبقى اكيد واي اللي هو عباره عن داخل ده هيبدا يتعامل مع الجسم عن طريق الريكوجنيشن سايت، يبقى ده ريستريكشن. سؤال 49 بيقول لك the method of spore formation different according the living organism type inbred mold fungus. ده طبعا يا جماعه بيجي عن طريق ايه؟ ان السبور بتبدا تعمل ميتوتيك فحجمها او عددها عدد يزيد، هوب تنفجر تطلع. اما في الاديانتم لا، ده بيبقى عباره عن ميوتيك ديفيجن عشان تدينا كميه ايه؟ كبيره. 49 السؤال الأخير، study the following figures and determine what is the tissue in which the permanent support is present and the tissue in which the temporary support is present. طيب بالراحة كده يا جماعة، عندنا شباب طبعا نمبر 1 تنفع الاثنين لأن احنا عندنا كيوتين من بره وممكن سباكل من جوه. نمبر 2 ونمبر 4 ده عبارة عن ها بيرمننت سبورت لان هي طبعا بيبقى فيها السكالر اي فورم او اللي هي الجنين والسيوبرين. نمبر 3 ده فيسيولوجيكال سبورت ان هي بتشرب ايه؟ ميه. حاجه صعبه كده يا شباب. انا طبعا مستر عمرو رحال كنت مع حضراتكم ويشرفني جدا يا جماعه ان انا الحمد لله حلينا الكتاب المعاصر كاملا من اوله لايه؟ لاخره. شكرا جدا لحضراتكم يا جماعه واسف طبعا على تعطيلكم التعطيل دهوت. شكرا.